الحقيقة التقنية الخاصة بالأجاكس من الحاجات اللي كتير بيسألوا عليها، بس عشان يبقى عندنا فكرة، هو الأجاكس هو عبارة عن library جافا سكريبت مع اكس ام ال، بتخلي البيج ما يحصلهاش ريفرش بالكامل عشان يحصل لها عملية تحديث. كنا زمان عشان نعمل تحديث للصفحة كان لازم يعني نعمل تحديث للصفحة بالكامل، حتى لو هعمل تحديث لجزء صغير جدا فيها. ده كانت الطريقة اللي موجودة زمان، إنما مع ظهور الأجاكس أصبح ممكن أعمل ريفرش لجزئية معينة في الصفحة. فالميزة إن تقريبا كل أدوات الـ ADF بتدعم الأجاكس من غير لا تحتاج إنك تجيب مكتبة خارجية، من غير إن أنت يعني تعمل أي نوع من أنواع الكودينج، ولا محتاج تعرف جافا سكريبت ولا حتى XML، محتاج تعرف ADF بس. فمثلا هنا لما نيجي نشوف، شو أنا بكتب يعني اي تكست بيتحدث مباشرة في الناتج هنا، بالاضافة لو تلاحظ تاريخ وقت اخر تعديل بيتحدث برضو من غير ما تحس ان في اي ريفرش للصفحة، حتى نشط وغير نشط زي ما احنا شايفين بيتعمل بسرعة كبيرة جدا، ومن غير ما تحس ان في اي نوع من انواع الريفرش حصل. وبالتالي يعني دي برضو من اكبر المميزات الموجوده في الاي دي اف، لان تقريبا كل التقنيات التانية لازم تجيب مكتبه خارجيه عشان تسبورت الاجكس، انما الاي دي اف موجود منه فيه وموجود بيلت ان من غير اي تدخل خارجي.